بس انا عاجبني ان هو فاهم الخصم بشكل كويس قوي. يعني لما دخل ماتش سيراميكا يمكن الناس كانت قلقانه لان الماتش اللي قبله الاداء ما كانش مقنع مرضي. في ماتش سموحه، لكن هو عارف يكسب ازاي وعنده توفيق وعدم وعنده توفيق كويس قوي مستر فيريرا، تمام. لكن لما جه لعب سيراميكا هو عارف سيراميكا فيه لعيبه مميزه وكسب المصري 3-0 وعنده النواحي الاماميه كمان، يعني الحته اللي قدام خطر، قفل على فرقه سيراميكا. خد بالك احترم فرقه سيراميكا بشكل كويس قوي، ودي مش اي مدير فني. بص انا برضو نادي الزمالك ايا كان ان انا بلعب سيراميكا المفروض ما اقلقش ما اخافش، لكن هو اشتغل تكتيكيا بشكل كويس قوي، قال لك خد الاستحواذ تمام اعمل اللي انت عايزه، لكن انا قافل بشكل كويس وانا هطلع بواحده او اتنين واكسب الماتش وخلاص. طب معلش هو قال عايز طالما انت قلت عنده التوفيق كويس قوي، كان كابتن احمد سامي طبعا صديقنا العزيز مدرب متميز جدا وكل حاجه، سأل تصريح استفز شويه الزملكاويه اللي هو فكره ان هو ده ربنا يديني يا مدرب حظي. محظوظ ومحظوظ وانا هروح اسلم عليه عشان اخد جزء من حظه وكده. طب وانت قلت برضو ان التوفيق معاه، طب انا عايز اسالك سؤال، هو التوفيق ده بيجي كده؟ يعني مثلا انا فاكر لو فكره ان هو التوفيق معاه اول ماتش لمستر فيريرا كان الوداد اتغلبنا 1-0 في مصر، وبعد كده في بدايه الدور الثاني بعد ما كارتيرون مشي اتغلبنا من امبي واتغلبنا من طلائع الجيش في الوقت الاخير، ادي ماتشين ورا بعض بست نقط اتغلبناهم. ماتش الاهلي كنا وحشين قوي في الشوط الاولاني 1-0 وكان الاهلي ممكن يجيب جون والتاني وبتاع، وبعد كده رجعنا الشوط التاني بتغييرات فيريرا شيكابالا ما اعرفش ايه وبتاعه، فاكر انت ويوسف اسامه نبيه تمام. وبتاع. طيب ما هو التوفيق ده ما هو مش بيجي بالمزاج، ما هو ليه ما نقولش ان بعد فتره من ان الراجل اشتغل مع الفرقه وابتدى يجرب كذا طريقه وابتدى يجرب كذا لاعب في اكتر من مكان ابتدى يجني ثماره، يعني ليه ايامها ما كانش اقول موفق؟ لك على حاجه، شكلك ما خدتش بالك من كلامي. اه انا قلت ايه؟ قلت الراجل اشتغل بشكل كويس قوي، دي اه نمره واحد، احترم الخصم كويس قوي، قال بالظبط لك استحوذ زي ما انت عايز، لكن انا عارف انا بعمل ايه والتوفيق بيحالفني. بالظبط خد بالك انا ما بقولش التوفيق، عليك انت، ما انا اقول لك انا قلت بس على احمد موضوع سامي. احمد سامي، التوفيق ده بيجي بعد ما انا بشتغل، مش التوفيق بيجي وخلاص. صحيح. تمام؟ لكن ممكن يكون احمد سامي بيقولها مدعبه لا هزار، هو خد هتلاقيه بالك. منفعل بعد الماتش. وخد بالك برضو يعني احمد سامي ما هو عمل ماتش كويس برضو، ضيع بس ما ضيعش كتير، خد بالك ضيع فرصه او فرصتين، ممكن لو حالفه التوفيق في واحده منهم او اتنين كان ممكن الموضوع يتغير، لكن ده مش معناه ان مستر فيريرا عنده توفيق لكن ما عندوش شغل بيعمله. العكس، عنده شغل بيعمله كويس قوي، لانه عارف بيطلع الناس امتى وفي توقيتات امتى، وعارف بيقلب الطريقه ازاي، وعارف بيشتغل ازاي. تمام. خد بالك السنة اللي فاتت تفوق على سامي برضو طبعا 3-0 هو وبعد كده سامي بيشتغل. جاب جونين فاكر ايوه وخلص ماتش 3-2، ما انا عارف. هاتولي الماتشين يا جماعة. وهو بيشتغل على تكتيك معين، عارف هو بيشتغل ازاي. خد بالك التوفيق وعدم التوفيق ده يعني من عند ربنا بقى، خلاص انا بشتغل وبجتهد وبرسم سيناريوهات قدامي. تمام. امتى العب ب 3 4 3، امتى العب ب 4 3 3، امتى العب ب 4 2 3 1، امتى احط شيكابالا في وقت معين. تمام. امتى يعني الماتش اللي فات ما احنا الناس كلها استغربت لما طلع الاثنين الديفندري رغم ان هو كان كسبان، ودايما هو لما بيبقى كسبان بيزود نص الملعب، المره دي لا، طلع الاثنين الديفندرين ونزل شيكابالا ونزل اوباما وغير الدنيا شويه. ده ممكن يكون فكر يقول لك ايه، انا اشيل من عليا الضغط شويه. تمام. واخلي الناس تعمل حساب لشيكابالا فتقف، ده ممكن يكون فكر. ليه صحيح. ما بتحسبش؟ ليه انت ما بتخشش جوه دماغ مثلا المدير الفني؟ انت بتاع كوره فلازم تخش معاه تقول هو ليه عمل كده، وتدي حاجه لنفسك وجهات نظر ان انا عايز ازود الناحيه الهجوميه شويه على اساس اوقف الناس دي على اساس الضغط يقل عندي فاقدر اشتغل من جديد. تمام. لكن في ناس ما بتحسبهاش كده، لكن لا، هو الراجل عارف هو بيعمل ايه.